لكل منا رواية، وفي كل رواية حكاية، وفي كل حكاية قصة، وفي كل قصة عظة وعبرة. السلام عليكم، مرحبا بكم. الحاكم الفذ المخلص في وطنه لا يمكن أن يتنازل عن قيمة أو عن إصلاح أو عن عمل من شأنه المصلحة العامة لأحد مهما كان، مهما كان، مهما بلغت الضغوطات. والحاكم الملفق كما يقولون، الراقص على رؤوس الثعابين، بإمكانه أن يعطي كلا ما أراد في الوقت ذاته، والمهم أنه دعه يبقى دعه يمر. برنامج مع الطلبة أفرغ من محتواه للأسباب السالفة الذكر في السياق عنه في حينه، فكرت في تصور لبرنامج آخر يحل محله ويقدم الخدمة التثقيفية والتربوية والتوعوية بطريقة أخرى ومغايرة ولم يسبق إليها أحد من قبل. فنحن تلاميذ في مدرسة الحياة في كل حال. فرسان وجوائز، كان التصور الذي قرأته في ذلك الاجتماع تحت مسمى فرسان في الميدان، وهو قريب جدا لما أريد أو أنقل، الأقرب لأمر ما لأعرفه. اعترض أخونا وزير الإعلام رئيس اللجنة المرحوم بإذن الله حسن اللوزي على التسمية، إذ لم يستطع أن يقمع الفكرة التي جاءت قوية ومبررة بكل التفاصيل. حاولت المعرفة فلم أفلح، فقد كان قرارا لا رأيا، وكعادتي لا أقف عند الفروع كثيرا وقت الضرورة. أعطيت اسما بديلا وهو فرسان وجوائز، المهم بالنسبة لي أن يمر. وملخص الفكرة استحداث برنامج يقوم على 3: 1. التعريف بالوزارات والمؤسسات الحكومية من حيث التكوين والمهام والاختصاصات ومجالات الاستفادة منها والتعامل معها. 2. تقديم معلومات عامة عن اليمن قريبة من التخصص وخارجة في العلاقات الدولية والإنسانية. 3. عرض أهم المشكلات لهذه الكيانات من أوجه قصور في أدائها أو علاقاتها بالمواطن، ومن كل حلقة هناك مجال لعرض نتاج وقدرات ذوي المواهب والمبدعين في أي مجال بما فيها الغناء والموسيقى والرسم، وإضافة في الإضافة المسجلات الشعرية التي كانت تحظى بمتابعة الجميع ونالت الإعجاب، إذ خلقت في جو التسابق الحماسي حماسا من نوع آخر فيه كثير من الحيوية الإنسانية المحفزة للإبداع. في البرنامج كنت أقدم جوائز مغرية كثيرة متنوعة، الله سبحانه وتعالى يعلم الجهود التي كنت أبذلها لتوفير هذه. كنت كالصائم لفرحتان، فرحة عند الحصول عليها والأخرى عند تقديمها لمن يستحقها أو حتى لغيره، والكل يستحق. المهم عندي وصوله إلى البرنامج والشجاعة الأدبية التي ساعدت في تكوينها لدى الكثيرين، وقد استفدت، أي والله استفدت كثيرا كثيرا في هذا البرنامج. صرت قريبا من موظفي القطاعين العام والخاص وكأنني واحدا منهم، إلى ذلك اكتسبت ثقافة حياتية ملهمة في مجالات الشأن العام. من نجوم البرنامج وهم كثر شاب كان يعمل في المؤسسة اليمنية العامة للإذاعة والتلفزيون اسمه فؤاد الثليا، كان ضيفا وسألته أن يقدم أغنية لمن يحب، فأسمعنا مقطعا لفريد الأطرش فأجاد حد الإطراب، وتعددت مشاركاته فاكتشفنا فيه صوتا مؤديا بتميز غنى لفريد وعبد الوهاب وأحمد قاسم وما أحلى ما غنى. هذا البرنامج أعده من أفضل ما قدمته وعملت فيه خلال فترة عملي بالإعلام، ليس لقيمة فنية أو إبهار وبراعة في التقديم أو الإعداد وبذخ في المكونات الفنية والمهارات البشرية، وإنما لمردوده الفوق متوقع. لقد أثر تأثيرا كبيرا في وعي وحياة المستهدفين وجمهور واسع الطيف. البرنامج يحتوي عناصر القبول كافة، منها
التشويق المتمثل في كونه برنامج مسابقات ينقسم الناس أو جمهور المتلقين فيه إلى اتجاهات عدة من المشجعين، بعضهم كان يشجع للفريق الذي يمثله كوزارة أو مؤسسة، والبعض يشجع المتسابق بانتمائه المناطقي، وهذا من أجمل التباينات التي يمكن تشجيعها ليتنافس المتنافسون في الإيجابي من الأمر. ومنهم من يشجع باعتبار الجنس ذكرا أو أنثى، والبعض الآخر باعتبار المزاج، وهذا معلوم. احتوى البرنامج بين فقراته كوسيلة ربط ومساعدة على طرح الأسئلة الفنية الموسيقية والغنائية فرقة متواضعة كانت تساهم بحيوية وأريحية من قبل الجميع. لم نكن نطلب منهم الإجادة المحبطة، ولم يكونوا يستهينوا بالتالي بمستوى البرنامج، فجاءت النتيجة متوافقة مريحة. ثالثا، الفقرات جميعها طعمت بمساحات لا بأس بها من المواد الفكهة الخفيفة، بما فيها تقديم شخصيات عرفت بطرافتها أو أسئلة عنها، ومساحة للمشاركة والإبداع من بين الحضور، وكان هامشا مهما وخلاقا. رابعا، في البرنامج مساحة للمواهب في مجالات الفنون والأداب كافة، وقد أسهم في اكتشاف العديد منهم، والبعض كان ينتظره الناس من حلقة لأخرى. خامسا، فقرة المسجلات الأدبية كانت قصة لوحدها، ولا أخفيكم القول أني اتبعت أسلوب الترغيب والتشجيع على مثل هذا الضرب من المعرفة بتقديم الجوائز بلا حدود، أحيانا لمجرد المشاركة، لكننا ما لبثنا أن حصلنا ثمارا أكثر خصوبة وتنوع مما كان متوقع. قاعة المركز الثقافي كانت تتسع لحوالي 800 شخص، لكن الحضور كان يتجاوز 2000، ناهيك عن من يظل منتظرا خارج المركز. كانت أياما ذهبية لا تنسى في تاريخي المهني، أحببتها أكثر من أي شيء آخر. أسعد أيام الفلاح أيام القطف والحصاد، ولم أنتظر طويلا لذلك الموسم، فقد جاء مبكرا. بعد ظهيرة ذلك اليوم كان هناك بدأ مقيله مبكرا في المبنى المخصص لذلك في أكمة التلفزيون المطلة على صنعاء من الناحية الجنوبية، أعني الأخ وزير الإعلام حسن أحمد اللوزي. لسبب ما لا أعرفه كان غير مرتاح للبرنامج رغم النجاح الباهر الذي حققه، وتلك طبيعة البشر، وما لي أن أسأله عن السبب، فقد غادر دنيانا الفانية. نسأل الله لنا وله قبول ما تيسر من الحسنات والتجاوز عن سيئاتنا. سلمت عليه فرد باقتضاب ونبرة فيها ما فيها من الجفاء، ثم أردف متسائلا بما يشبه الاحتجاج: أدري ما سويت؟ قلت: خير، أخبرني. أضاف بنبرة أكثر حدة: مش أدري ما سويت؟ كان ردي هذه المرة مساويا لما قابلني به، من المعروف عني أني لا أقبل الضيم أيا كان الحال. يا أخي خير، ما سويت؟ أنا راجل أعمل بمعدل 10 ساعات في اليوم، ومن لا يعمل لا يخطئ، بين لي خطأي، ربما يكون عندي العذر المقبول. قال وفي قوله صيغة ونبرة استسلام مشوب بعدم الارتياح أيضا، ويشهد الله على ذلك: أنت ببرنامجك هذا فعلت ما لم تستطع أن تقوم به وزارة التربية والتعليم وحتى الإعلام خلال 10 سنوات. هنا انفجرت بارتياح: طيب يا أخي، خلاص خلاص، إيش اللي مزعلك يعني؟ ما هي الجريمة في الأمر؟ قال: بس حبيت أقول لك يعني. عند هذا الحد توقف الحوار، أخذت مقعدي المعتاد في الجهة المقابلة، فلم أكن أهتم بالمنظر الخارجي في كل الأحوال، وكثيرا ما كانت سويعات مقيلي القصيرة إما للمشاركة في أحد الاجتماعات أو لاستراق بضع سويعات الأنس المعين الثقافي مع من أرتاح لهم من الزملاء. كان مجلسنا معلوما محصورا: ناصر وبكر العولقي، محمد علي الهمداني، صبر الحيقي، وآخرون قلة. على أن علاقتي بالزملاء كافة كانت على مستوى رفيع من الود والاحترام المتبادل، غير أنها لم تكن تخلو من أذى أولئك المعينين أصلا للإذاء كعسس ومخبرين، وأفعالهم كمهامهم خفية غير مرئية، كنت أسميهم إن ذكروا بالجن الخفي. في أحد التمثيليات التي كتبتها للتلفزيون قلت على لسان أحد أبطال العمل: ما الذي أبقيتموه للعدل كي يأخذ مجراه؟ لقد جعلته على كل إنسي جني. مضى أسبوع على الموقف، وكالعادة ذهبنا للتسجيل في المركز الثقافي
لنجد مسؤول المركز يخبرنا بأن لديه أوامر بعدم السماح لنا بذلك بحجة الخوف على محتويات المركز من الإهلاك. عذر سخيف طبعا، ولا شك أنه سخيف جدا. كذلك الذي تحجج بعدم إعارته الشبكة لجاره لأن فيها طحين. كنت أعلم بهذه النتيجة سلفا، فما من عمل لاقى نجاحا إلا قوبل بمثل هذا، ويشهد الله على ما أقول. حاولت ودون جدوى وبجهدي الخاص وعلاقاتي اتفقت مع الجهة المستثمرة في سينما حدة أن يتيحوا لي مجالا للتسجيل، وبعد حلقات ثلاث تتعرض دار السينما للتفجير، فجروا فيها قنبلة يدوية فيها، وهذه مرة أخرى الشبكة فيها طحين، وعند الله تجتمع الخصوم. أصبت بحالة إحباط عجيبة، قررت بعدها ترك العمل في الإعلام. بيني وبين نفسي ناقشت الموضوع، كنت حدا عصبيا ممنطقا بلا منطق، تساءلت في حنق لماذا يحكمنا جهلة عسكرتارية لا علاقة لهم بوطن، عبيد لا يقرون معنى المسؤولية ولا يعرفون، مرتزقة على استعداد لبيع كل شيء مقابل أي شيء وإن قل، تافهون يفرحون ولو بغمزة رضا من عن تفاهتهم اللامحدودة، متخلفون لا يعون شيئا وإن يسيرا، رحم الله البردوني في وصفه، حمارا 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 لا يعي حجم راكبه. أي ربي معظمهم كذلك. والأدهى والأمر في كل هذا أنه يعلمون ذلك وسعداء بحالهم حد التماهي والإصرار عليه، ولا غرابة، فإنهم إن أنكروا حكموا على أنفسهم بالإعدام. قلت مخاطبا أنا العنيد قارب الخوف تأمن. عام 73 ميلادية كنت قد أعددت ملفي للالتحاق بالقوات الجوية، وحال أبي بيني وبين رغبتي، كان يخشى على ابنه الضياع في هذا العالم الغير مضبوط إلا بضوابط الموت والظلم والمكاسرة. هذه كانت نظرته لهذا العالم، لم يكن بإمكاني عصيانه وهو الحبيب القليل الطلبات. كان أبي من النوع الذي يطيع أبنائه ليطيعوه، وهي صفة ورثتها منه، فوجدتها مريحة إذ تخلق علاقات ود لا محدودة بين الأب وأبنائه، مكنتني من تربية أبنائي وبناتي الاثني عشر والوصول بهم إلى بر آمن لكلينا، والفضل كله لله. تحدثت بهذا الشأن مع الأخ ضيف الله الشميلة، كنا قد التقينا في مبنى التلفزيون في برنامج أدرته عن الانتخابات المجالس المحلية طبعا عام 85، لم يعلق بالموافقة أو الرفض، لكنه قال سأخبر الأخ محمد صالح الأحمر قائد الدفاع الجوي، الأخ غير الشقيق لعلي عبد الله صالح الذي استقبلني في مكتبه عندما زرته بعد في وقت لاحق. زرته في مكتبه ذات يومين في القاعدة الجوية، سألني بشيء من الاستغراب المشوب، بشك من رغبتي أحتفظ بخيبرها لنفسي، وما تشتهي من القوات الجوية يا أخ علي؟ قلت أحب العسكرية وأعتقد أنكم بحاجة إلى عناصر يمكنها الإسهام في عملية التوجيه المعنوي والإعلام، وستجد الاثنين متوفرة عندي. ضحك ضحكة من وسط أنفه في شيء من الشخير، معروفة عن بعضهم من ينتمون إلى هذا العالم المركب من أسس هشة قوامها التوريث والاستحواذ، فتأتي كتعبير عن التعالي والرفض المسبق. قال بدون تحفظ العسكرية العسكرية تشتي رجال. وقعت كلمته كالصاعقة في نفسي، وكان ردي معبرا عن استنكاري وغضبي، وأنا مالي 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 مش مالي عينك، ما ينقصني من صفات الرجولة. أدرك أنه قد تجاوز فأضاف مصححا، لا لا أبدا أنا آسف، مش قصدي، قصدي العسكرية تحتاج رجال متعودين عليها، أنت مذيع يا أخي تلفزيون متعود على الحياة المدنية الناعمة والسهالة والبساطة. رددت بنفس اللهجة الغاضبة، قوم 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 الآن نفتح الطاقة هنا وانت، احنا في الدور الرابع الآن، قوم نفتح نافذة ونقفز منها وما نتكسر عليه رفق الله. أعتقد الرجل ما زال حياً يرزق ويستطيع أن يقول رأيه فيما أقول. أكتفي بالابتسامة فيها، اكتفى بالابتسامة فيها شيء من الدبلوماسية واللين، وقال خلاص اترك لي فرصة وبتصل بك، أي خدمة أخرى؟ وأنا واقف مودع الله، قلت له سلامتك بأمان الله. أدركت أن المقابلة انتهت على ما انتهت إليه. هم يريدون مواصفات خاصة لمن يلتحق بمجال القوات المسلحة، أما الطيران ومجالاته
فلا شك أن هناك شروط مضافة، ويبدو أنني قد تجاوزت الحد المسموح به في المقبول والمأمول. صرفت النظر من أول يوم عن المجال، وكأنه ما كان غير أني لم أستسلم. لكي نحيا علينا أن نعمل، وما تردد النفس في الجسد حياة، ومن لم يستطع وضع بصمة في حياته وفي محيط وجوده فعدمه خير من وجوده. تقديمي للبرامج الممهدة للمجالس المحلية جعلتني أقرب كثيرا إلى المولود الجديد. كنا نناقش القانون رقم 15 لسنة 85 من خلال مسؤولين وخبراء وحزبيين وإعلاميين ممن يتم ترشحهم وزارتا الإعلام والإدارة المحلية للقيام بالمهمة. فقررت خوض هذه الانتخابات، ولكن خارج الأمانة، في محافظة صنعاء مديرية بني حشيش، وهناك بدأنا. هذه القبيلة عظيمة بما وهبها الله من الخيرات، كبعض من كل هو اليمن، الفواكه من ثمارها الكثيرة، العدد الرائعة، التنوع، لا شيء لا يزرع فيها باستثناء القليل، ومنه التمور التي تحتاج إلى مناخ حار وما في حكمها. التعدين فيها شأن كبير، وقديما كانت تحوي مناجم للفضة والذهب مثلها كجبل ثرة. أما الفحم الحجري فمن موجوداته الهائلة، وقديما كان يستخرج بكميات كبيرة، ومما يعد إحدى المقومات الاقتصادية مادة البانتونايت، وهي مادة تصبنية تستخرج من جبالها ومتوفرة بكميات كبيرة، تستخدم في حفر الآبار الارتوازية لتسهل حركة الدقاق في الأعماق الصخرية، وتستخدم كذلك في صناعة مواد التجميل. ذات يوم عرضت الموضوع على أحد المستثمرين من دولة عربية، فعجل بإرسال من قال عنه خبيرا في الشان، وأعطيته كمية بمقدار كيلوغرام فقط، خلطها مع الماء وتركها للصباح في غرفتي في فندق شيراتون. فوجدت في الصبح شامبو جاهز للاستخدام. لا غرابة، النساء في القرية والقرى المجاورة وحتى المدن كنا يستخدمنه كذلك، وكنا يطلقن عليه تراب الروس. تراب رؤوس، ليس ذلك فقط، فهناك الأحجار الكريمة، وفي مقدمتها أفضل أنواع العقيق اليماني الذائع الصيت، ويستخرج من مناجم يتم حفرها في جبال الأبناء أعلى منطقة السر، أو على شكل لقن وموجودات في السوائل مختلطة بالحصى الذي تجرفه السيول في مواسم الصيف المدهشة. ليس ذلك فقط، فهناك أحجار الزراقون المتعددة الألوان، الأبيض، الأصفر، الأحمر، الأزرق، كتل من المعدن الثمين ملتصقة بأحجار وصخور ملقية في أعوارض الجبال أو أسفل الوديان من قرية بيت خميس وبيت النخيل وغيرها من أعلى رجام، وتمضي جنوبا باتجاه خولان، وهي العظيمة الأهمية في صناعة الحلي والإلكترونيات كمعدن شديد التوصيل للطاقة. لو تأملتها لوجدتها قريب الشبه في نقائه وانعكاس الضوء عليه بالألماس الحر. أما الأحجار الكلسية ذات القيمة الاقتصادية العالية، والتي تتركز من أعلى منطقة الشرفة أسفل نهم وما يسمى بحريب الجراميش، والتي تبدو كأحجار الزراكون إذ تلمع تحت أشعة الشمس، فلها شأن آخر. إلى اللقاء غدا بأمان الله.